إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب سلمت جثمان الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين عند معبر العوجة الحدودي إلى القاهرة. إسرائيل في صدمة ثلاثية، حجم الخسائر صدمة، وأسلوب العملية صدمة، ومصدرها صدمة. חברתיות ערביות צריך לומר ניכרת העדה מטרידה למעשה הזה של האיש הביטחון המצרי. יש מי שהיד חיה לסוטנה וינדי שהידك حبيبك يا بلادي חיה לסוטנה وهنكمل وهنعلم أسيرك مجند واستشهد وبينادي فرحان قلبي وسعيد وانتصاره لينا عيد وهعيد وهزيد وعيانا صوتنا ونتكلم هنتكلم مبسوط وبحكي بانتصاري للوطني ويوم شهادتي ده يبقى عيدي بحب وطني وبيعلى صوتي وبنادي بيعلى صوتي وبنادي ما تبكوش ما انا بينكم عايش جواكم ما تبكوش ما انا ما بينكم عايش جواكم شهيد وطنكم فرحان قلبه سعيد وانتصاره ليكم عيد شهيد شهيد.